بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم مع بعض خاصيتين جداد، وهنعمل تطبيق عملي اسمه فليب برودكت عشان نوظف الحاجات اللي اتعلمناها في الدروس اللي فاتت. الفليب برودكت فكرته بسيطة جدا، بيكون عندك مثلا صورة واسم منتج مثلا، بتروح عليهم بالماوس فبيلف الفيس اللي انت شايفه ده الناحية التانية، وبيكون في فيس ورا فيه شوية معلومات بيجي قدامك عشان تقراه، وبيلف طبعا بطريقة ناعمة وجميلة، فبتلاقي ان العملية شكلها ظريف جدا. خلينا على طول ندخل في الموضوع ونعمل التطبيق بتاعنا. هنعمل هنا ديف اسمه كونتينر بالشكل ده، جواه البوكس بتاع المنتجات بتاعنا سواء بوكس او كارد او اي حاجة. جوه البوكس ده يكون عندنا وشين، الفيس الاولاني والفيس الثاني. الفيس الاولاني هو فيه الحاجات الفرونت اللي هو مثلا ممكن تكون صورة المنتج والاسم بتاعه، والفيس اللي ورا اللي فيه شوية معلومات وفيه حاجات عن المنتج، وده هنسميه مثلا باك. الاثنين بتوعنا او الوشين بتوعنا مشتركين في شويه خواص، فاديت لهم كلاس اسمه فيس، وده هيكون ليه بعض التنسيقات وده هيكون ليه بعض التنسيقات، فكل واحد اديتهم كلاس مختلف عن التاني. طيب عظيم الكلام ده، هندخل على طول في CSS. الكونتينر بتاعنا ما فيهوش اي افتكاسات خالص، مارجن 40 بكسل اوتو، واتس مثلا 200 بكسل بالشكل ده. البوكس بتاعنا هيكون فيه الخواص العادية position relative عشان العناصر اللي جواها هنوزعها بالposition absolute، فمحتاجين الاب يكون relative. الواتس هيكون 100% اللي هو 200 بكسل، عايز تكتب 100%، والهايت ممكن نخليه 100 او 200 على حسب انت عايز الكارد يعني يكون شكله قد ايه، مفيش مشكلة خالص. لحد هنا تمام ومفيش اي حاجة. بعد البوكس هيكون عندنا الفيس، الاثنين فيس اللي جوه هندي لهم position absolute، هقول له الواتس هيكون 100%، الهايت هيكون 100%، هنقول له تكست الاين سنتر او نوسطه بالفليكس، ديسبلاي فليكس، جاستيفاي كونتنت سنتر، الاين ايتمز سنتر. بعد كده محتاجين نقول له انه الفونت ويت بولد مثلا، وانه الفونت سايز 30 بكسل، ومحتاجين بعد كده الكلر يكون وايت عشان كل واحد فيهم هنديله لون من الالوان بتاعتنا. عندك دلوقتي الفرونت هيكون الباك جراوند بتاعه ريد مثلا، عندك دلوقتي الباك هيكون الباك جراوند كلر بتاعته جرين بالشكل ده. تعال نشوف مع بعض التنسيقات بتاعتنا. ده الجزء الباك اهو، وده الفرونت. طبعا تقدر تقول له عشان تتاكد بس ترانسفورم ترانسليت اكس، شايفين يا شباب العنصر بتاعنا اهو موجود. طبعا الترتيب الطبيعي للبوزيشن الزد اندكس بتاع التاني هيجي فوق الاولاني بالشكل ده. عظيم. الخاصيه بتاعتنا اللي احنا اتعلمها النهارده خاصيه اسمها باك فيس فيزيبيليتي. باك فيس فيزيبيليتي اي عنصر بيتعمل له يعني بيتعمل له فليب او بيلف ناحيه اليوزر، الباك فيس فيزيبيليتي تقدر تتحكم هل اليوزر يشوف العنصر ده ولا لا. عظيم. تعالوا مع بعض نستخدم الخاصية الأول ونشوف هتعمل تأثير أصلا ولا لا. أدي الخاصية بتاعتنا back face visibility بالشكل ده hidden، هي العادي بتاعها visible. حطينا الخاصية بتاعتنا مش هتعمل أي حاجة غير لما يحصل الفليب اللي أنا قلتلك عليه. هنيجي هنا جوه الفيس نحط الخاصية بتاعتنا ونبدأ نشوف احنا عايزين نعمل ايه. احنا عايزين العنصر اللي هو مين يا شباب؟ هل العنصر الفرونت ولا الباك؟ العنصر الباك ده هو ده اللي هيبقى ورا، والفرونت ده اللي هيبقى قدامك. طيب في العنصر الباك ده هقول له transform rotate y، rotate y هقول له 80 ديجري. بصوا يا شباب كده، لو جيت قلت له لحد 90 ديجري وكملت العنصر مش هيبان كده، العنصر لما اتعمل له فليب كده بقى الباك فيس فيزيبيليتي هتخفيه. لو لغيتها بصوا هتظهر العنصر اهو. طيب انا عايز اخلي العنصر يتعمل له فليب، يعني لازم عشان يتعمل له فليب تعمل له روتيت 180 درجه. ادي ال 180 درجه اهو، والعنصر اتعمل له فليب فعلا، وبعد كده هقول له باك فيس فيزيبيليتي هيدن فهيخفي لي الجزء ده. عظيم كده احنا فهمنا الفكره، لكن انا عايز اعرف بقى الكونسبت اللي احنا هنعمل بيه الفكره بتاعتنا. يعني المفروض ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتم؟ اللي هيحصل ان عند الهوفر مثلا البوكس ده بنفسه هيلف كله، فلما يلف هيخلي الفرونت ده هو اللي ورا والباك هو اللي قدامك، وهو ده المطلوب اثباته وهو ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب عظيم جدا. في خاصيه مهمه جدا محتاجين نضيفها في البوكس هنا اسمها ترانسفورم ستايل. ترانسفورم ستايل الديفولت فاليو بتاعتها حاجه اسمها فلات، العنصر بيبقى فلاتند مصفح، لكن احنا ما بيحفظش مكانه في ال3D او في 3D سبيس،
عشان تخلي العنصر يحفظ مكانه في 3D Space بنستعمل القيمة Reserve 3D. القيمة دي مهمة جدا تستعملها عشان خاطر العنصر بتاعك وانت بتفليب او الاب بتاعك عمال تعمله مثلا فليب وفي عناصر جوه بتعوم في عالم 3D، كل عنصر بيحفظ او العنصر بيحفظ ال 3D State او الحالة بتاعت 3D اللي جوه. خلينا نشوف مع بعض وهعمل لك برضو تجارب لو شلنا الخاصية دي هيحصل ايه. هنحط الخاصية بتاعتنا في البوكس عشان انا متأكد ان ممكن تقع من حد فيكو او يكون لسه مش فاهمها، بس هنجربها باذن الله مفيش مشكلة. دلوقتي محتاجين حاجة مهمة، ان عند الهوفر يحصل بقى اللي انت قلت عليه. ادي البوكس بتاعنا عند الهوفر، هنعمل ترانسفورم بعدين روتيت واي وهنخليه يعمل الفليب اللي احنا قلنا عليه 180 ديجري برضو، بس المرة دي لمين؟ للبوكس نفسه الاصلي اللي جواه الاثنين فيس دول. تعال نشوف مع بعض. ادي البوكس بتاعنا يا شباب، بس طبعا زي ما انت شايف جاب ده مكان ده بسرعة، مفيش ترانزيشن. تعالوا بقى نستعمل الترانزيشن اللي احنا اتعلمناه قبل كده. هاجي في البوكس بتاعي واقول له ترانزيشن، ادي ترانزيشن، ايه البروبرتي اللي انت عايز تطبق عليها الانتقال او السموز ترانزيشن؟ هقول له ترانسفورم، ادي الخاصية بتاعتي، وبعد كده هقول له قد ايه التايمينج 1 سكند بالشكل ده. تمام كده يا شباب، عظيم جدا. طيب تعال بقى نجرب الخاصية اللي انت قلت عليها بريزيرف 3D. تلاقي العنصر دلوقتي مسطح فلات مش بيحفظ الحالة بتاعته. بصوا كده، العنصر ما بيحفظش مكانه في ال 3D Space، لكن كده العنصر بيحفظ مكانه في ال 3D Space، فبالتالي انت لقيت ده بيختفي وده بيجي مكانه بدون اي مشكلة. طيب دلوقتي الموضوع ما فيهوش 3D، ده تحس ان ده بيلف مكان ده كده، ما فيش اي 3D في الموضوع. عشان تعمل التأثير بتاع 3D effect المحترم، هتيجي هنا وتبدأ تحط المنظور بتاعنا perspective، تقول له مثلا 400 بيكسل او 300 حسب ما انت عايز تشوف الشاشة تكون قريبة منك ازاي. شايفين يا شباب؟ هتلاقي دلوقتي وهو بيعمل الروتيت انت بتحدد له هو قريب منك قد ايه بالشكل ده. لو خليتها حاجة بعيدة شوية هيبقى التأثير بتاعك ظريف واجمل، على حسب يعني دماغك وعلى حسب اللي انت عايزه، مفيش مشكلة. 600 مناسب و 800 برضو مناسب، فتلاقيه بيلف بطريقة ناعمة بالشكل ده. طيب ممكن يعني دي اضافة كده جت على بالي ممكن تعملها لو حابب، يعني ممكن تستخدم برضو الحاجات اللي احنا تعلمناها قبل كده، زي ان انا مثلا اخلي المنشأ بتاع ترانسفورميشن على اليمين مثلا. ممكن اجي هنا خلينا مثلا في البوكس ونقول له transform origin. ممكن يا شباب تكتبوا له right center او تبدل بينهم عادي، يعني ممكن هو كده كده في ال x axis في ال right والcenter والليفت، وفي ال y axis في التوب والcenter والبوتوم. ممكن تقلب بينهم، يعني ممكن تعمل دي مكان دي وهو هيفهمهم عادي مفيش مشكلة. فانا هكتب هنا right center، فاللي هيحصل هنا ان هو بصوا هيعمل ايه، هيجي مفروض ان الترانسفورميشن انت قلت له رايت، فمحتاج ان انت وانت بتخليه يلف محتاج ان هو يروح يرجع 100% من مساحته عشان خاطر اللفه دي تبقى طبيعيه ومظبوطه. فانا هاجي هنا عند الهوفر بالشكل ده وهقول له ان مش بس روتيت، لا ده انا هعمل كمان ترانسليت، ترانسليت اكس بالشكل ده سالب 100% زي كده. فكده يعني التأثير هيبقى اعظم شوية واجمل شوية، ممكن بقى بشوية لعبة هنا او هنا تقدر تخلي الشكل كمان اجمل من كده لو حابب. مش حابب تقدر تلغي خالص دي، ملهاش اي لازمة، وتلغي الترانسليت وتسيب الوضع الطبيعي كده شكله ظريف وجميل مفيهوش اي مشكلة خالص، ده لو انت يعني حابب. كده شباب يعني الحمد لله طبقنا على اللي فات وعرفنا شوية خواص جديدة، وهنكمل مع بعض ان شاء الله شوية معلومات جميلة وتطبيقات عملية كتير هتخليكوا تشربوا الترانسفورم تماما بإذن الله. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.